بالله يا حالي يا حين، اليوم الخميس الجاي بكتب مشروع مع بعض ورقة العمل اللي أخذت منها واجب، هي فيها القصور بكل إشي إحنا أخذناه، الجمع والطرح والضرب، فخلينا نبلش مع بعض. بيقول لك جد الناتج في كل مميز، لو بلشنا بأول مسألة بألف فهذه جمع. هلأ ركز معي، خامس اتفقنا جمع أو طرح لازم توحد مقامات، جمع أو طرح لازم توحد مقامات، لذلك بدي إيش؟ بدي أوحد مقامات. كيف أوحد مقامات؟ فبقول الأربعة كيف صارت 16 بضرب أربعة، معناته شو بعمل هون؟ بضرب في أربعة فوق وتحت، ممنوع أضرب المقام من غير البسط أو أضرب البسط من غير المقام. بعدين شو بتصير؟ بتصير أربعة على 16 زائد 3 على 16. عندما أصبح المقام نفسه بنزل المقام زي ما هو وبجمع البسط مع البسط، لأن المقام لا يجمع ولا يطرح. فأربعة زائد 3 7 على 16. مرة ثانية، لما تكون العملية جمع لازم أوحد مقامات، ولما بدي أوحد مقامات بعد توحيد المقامات المقام ما بينجمع ولا حتى بينطرح. شو بعمل فيه المقام؟ المقام بس أنزله زي ما هو، لازم يكون مقامات موحدة بعدين أنزله زي ما هو. طيب هلأ نشوف المسألة في باء. هلأ باء كنت أقول لك اجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، ومثل ما شوف شو فيه بالبسط والمقام، فهي 3 زائد 4. بعدين بدي أشوف إيش الكسور، 1 على 15 زائد 3 على 5. هلأ بالنسبة للكسور لازم أوحد مقامات، فتفرج معي كيف بدي أخلي الخمسة زي الخمستاش. لما بدي أخلي الخمسة زي الخمستاش لازم أضرب بشو حضرب؟ حضرب بثلاث. طبعا لازم بدي أضرب بثلاث، لازم أضرب بثلاث فوق وتحت. هلأ نزل لي هاي، هيها 7 جمعتهم. هلأ هون شو بتصير؟ 1 على 15 زائد 9 على 15، واللي هي 7 صحيح و10 على 15. ممتاز. هلأ هيك حلينا مسائل الجمع. طب لو اجينا تحت لجيم بمسألة الطرح، هلأ أيضا بالطرح كنت أقول لك شو؟ كنت أقول لك لازم نوحد مقامات، وبعد ما نوحد مقامات يا خامس لازم نطرح البسط من البسط والمقام بيضل زي ما هو. فلو اجينا شفنا مسألة الطرح هون، فبنقول انه الاثنين كيف صارت 14 ب7، بضربها ب7 بضربها ب7. طبعا لازم تضرب ب7 فوق وتحت. شو بتصير؟ بتصير 8 على 14 ناقص 7 على 14. شو بتساوي؟ بتساوي 1 على 14. هلأ شو عملت؟ وحدت مقامات، بعد ما وحدت مقامات طرحت البسط من البسط ونزلت المقام زي ما هو. طيب في المسألة دال، بدال أصلا ما في مقام، فأنا بدي أحط لها مقام واحد بعدين أوحد مقامات. كيف بدي أوحد مقامات؟ لازم أضرب الواحد في بتصير 4، لازم أضربها في 4 في 4 في 4. شو بتصير؟ بتصير 32 32 على 4 ناقص
7 على 4. هلا يلا نزل المقام زي ما هو اللي هو المقام الأربعة اللي أنا وحدته، بعدين 32 ناقص 7 25. هيك نكون حلينا كمان مسألة الطرح. طيب تعالوا نشوف المسائل اللي لتحت. هون في هاء واو برضه هون الطرح، فخلينا نبلش بالطرح بعدين نروح للضرب. هلا هون بالعدد الصحيح كنت اقول لك حاول انك تخلي العدد الصحيح، تحول العدد الصحيح لكسر، العدد الكسري لكسر، لكن طالما هون في عدد صحيح وهون في عدد صحيح بقدر اطرحهم، وبنفس الوقت بقدر اني احول اللي يعني كل واحد بحل بالطريقه بتكون صحيحه. تمام، فبقدر اقول انه 5 ناقص 1 مو نص ناقص 1 على 4. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اوحد مقامات لانه هنا العمليه طرح. فيلا اضرب باثنين، اضرب باثنين، 5 ناقص 1 4، 2 على 4 ناقص 1 على 4. وتساوي 1 على 4 لأنه بنزل المقام، واثنين ناقص 1 1. هلأ بدنا نشوف مسائل إيش؟ مسائل الضرب وقسمه. هلأ بالنسبة للضرب دايما أقول لك اضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، مو شرط أوحد مقامات. فيلا اضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، 1 ب3 على 2 ب4 هي 3 على 8. في الضرب والقسمة يا خامس ما بنحتاج نوحد مقامات، فبضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. طيب شوف المسائل اللي تحت، أيضا هدول مسائل ضرب وقسمة، خلينا نشوفهم. فنبلش بهون، هون ما إلها مقام فبحط لها مقام 1، بعدين أضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، 4 ب1 على 1 ب5. شو بتصير؟ بتصير 4 على 5، هي ضربتها. طيب هون هلا هون هي حطيت لها مقام 1. كنت دائما احكي لك بالضرب القسمة لازم تحول العدد الكسري الى كسر عشان تعرف تضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. فهون خلينا نحول ضرب جمع، شو بتصير؟ 4 ب1 4 زائد 1 5، فصارت 5 على 4 ضرب 5 على 1، شو بتساوي؟ 25 على 4 لما ضربت البسط بالبسط والمقام بالمقام. دايما ركز انه لازم احول اذا كانت العملية ضرب او قسمة. تمام، بالجمع والطرح بقدر اجمع، تمام، بس بالقسمة والضرب لازم تحول. طيب نيجي لمسألة القسمة، آخر مسألتين قسمة، فحط مقام للستة. هلا كنت أقول لك خطوات القسمة، ثبت، أي ثبت الكسر الأول، حول عملية الضرب إلى قسمة، ومن ثم اقلب الكسر الثاني. شو بعدين بتصير؟ بتصير العملية ضرب، اضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، 4 ب6 7 42 على 3. طيب آخر مسألة نفس الإشي، حول هاي لازم تحولها ضرب جمع، 1 ب6 6 زائد 5 ب11 فبتصير 11 على 6. فما تنسى إنه 9 بدها مقام، وخنزل لي القسمة لسه زي ما هي 9 على 1. هلأ بدي أحول، فيلا 11 على 6، أي ثبت حول ومن ثم اقلب. شو بتصير؟ 1 ب11 11
وتسعة بستة أربعة وخمسين. إذا هيك بتكون خلصنا رسائل ورقة العمل. بس يا خامس، مرة ثانية، عند الجمع والطرح يجب توحيد المقامات، يطرح أو يجمع البسط من البسط، والمقام يبقى كما هو، المقام لا يجمع ولا يطرح. أما عند الضرب والقسمة فاضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. خطوات القسمة: ثبت، حول، اقلب، لتعود العملية عملية ضرب، وبرجع أضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. بالضرب والقسمة يجب إنك تحول، إيش لازم تحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي عشان تعرف إذا بده قلب تقلبه، إذا بده ضرب تضربه. ما رح تعرف تعمل هاي العمليات إلا إذا حولته. بالطرح والجمع ممكن عادي، إذا ما حولته بتقدر تجمع العدد الصحيح من العدد الصحيح أو تطرح العدد الصحيح من العدد الصحيح. طيب خلينا نوقف لهون. بس أنا كان بدي أحل لكم ورقة العمل اليوم. إن شاء الله بالحصة القادمة حنبلش بالوحدة الجديدة.